الازمه اللي انا بتكلم فيها، انا عندي لعيبه في وسط الملعب، انا في لاعب في وسط الملعب يا كابتن 27 تمريره في 83 دقيقه، ما ينفعش ما ينفعش عندي لعيبه حتى على الجانب البدني تبدا تتكلم في ان المباراه لازم تنتهي. انا يهمني، لا انا بس عايز اشرح النقطه بتاعت امام عاشور. طيب يا ريت، عشان لان ايه؟ احنا طبعا مختلفين عليها، هو فاول بيعترض على فاول ولا بيعترض برافو على ايه؟ عليك بقى، انا هقول لك السر، مش انتوا بس بتوع الكواليس. لا ده احنا ماشي، انا بقول لحضرتك الكواليس، هو بيعترض. ده احنا كلنا عزام صغير. الكوره كانت فاول لامام عاشور. انا بقول لك سر اهو. ايوه انا النهارده مديك ثلاث اسرار. تمام. صح. ومحدش فيكم عبرني ولا 50 قرش على الترابيزه ولا اي حاجه. ماشي، ولا الهوا ولا حتى عزموني، والله العظيم ثلاثه انا اللي حسبت على الشاي الاخضر اللي انا بشربه ده، عشان تبقوا عارفين يعني. لا ماليش دعوه يا اخوانا اللي جاي عليكم. لا طبعا. فاللي حصل انه كان في فاول لامام عاشور. ايوه انا بقول لك الحوار. فاحمد الغندور بيصفر، الصفاره وقعت من بقه. حد يعرف دي؟ لا صفاره لا وقعت منه. لا دي ما دي ما اعرفها، احنا كنا عرفناها فاول. فامام جري، فاللعب الكره كملت. فامام جري، الكره هجمه خطر. فامام جري على كابتن احمد الغندور، يعني الكره فاول، فهو ما صفرش فاول، كمل وبتاع وبعدين راح صفر. فامام قال له بعدها، قال له كابتن طب لو، قال له انت كنت هتصفر والصفاره وقعت؟ قال له قال له طب لو كانت جت جون؟ قال له كنت هرجع للفار. يعني اختلاف تفسير مشهد ثاني خالص. يبقى كده ده كويس كده، عشان بس ان ده انت ابن حلال والله، انت فكرتني عشان اقول للناس وطمنتني والله. لا ده انا بقول لك الحقيقه، فما قالوش صفر ولا وقع، لا هو بس يعني ده الموقف يعني. بس انا